تريجر هانت بقى بتلاقي ظرف مكتوب عليه وجه جديد، افتح الصور اللي فيه ميرفت امين. فاروق ابراهيم كان مصور صحفي من 1952 ل 2011، صور فيهم كل حاجه بقى بتحصل، كل الاحداث، كل حاجه بحكم شغله في الصحافه. قرب قوي من عبد الحليم، من ام كلثوم، من جمال عبد الناصر، من انور السادات، وكان في بقى مجلات وفن وحاجات كتير. فده اللي حاولنا نعمله، نبين المعرض يبان فيه كل حاجه من الحاجات دي. انا عايزه الناس اللي تطلع ما تقولش ان الصوره دي حلوه، تقول اللي صور الصور دي حلو. ده همي الاول والاخير. عملنا بارت تايم لاين، فقلنا هنحط الاحداث بقى المهمه ونمشي بالترتيب الزمني، لقينا ان احنا محتاجين ميدان التحرير مثلا، محتاجين مساحه. قلنا طب ايه الاحداث؟ لقينا انهم صور كل الاحداث، فبقت اسهل لنا ايه اللي حصل في مصر ونشوف بقى احنا عايزين منه ايه، وبعد كده نشوف بقى فاروق ابراهيم صوره ازاي. كل حاجه، حرب اكتوبر كان هناك، العدوان الثلاثي كان هناك، ثوره كل حاجه هناك. السادات كان عنده روتين جميل جدا، ان هو كل يوم زي التاني. والدي كان المفروض ان هو بيحاول يصور روتين، ان هو كان بيمشي ساعه كل يوم. من كتر ما مشي والدي بقى المشهد دي معاه كل يوم، هو كل يوم بيقول فكره صغيره او حاجه صغيره للشخص اللي بيمشي معاه. بس ما فيش حد يعني، ما ينفعش كولكتيفلي يعرفوا ايه دماغ السادات فيها ايه. بعد 10 شهور مثلا مسك والدي قال له انت عارف كده كل حاجه، انا اعدمك اصلا، انت الوحيد اللي عارف اسرار الدوله، ان انت عارف دماغ السادات، ان انت كل يوم بتمشى معاه. عندي مثلا اكتر من 20 30 الف صوره لام كلثوم. دي بالذات المومنت الوحيده اللي هي تبقى خايفه فيها، ان هي كانت قبل الستيج، قبل اول ما بتطلع 10 دقائق كامله هي قاعده على كرسي ما بتعملش اي حاجه، والمزيكا شغاله لحد ما هي تهدي اعصابها وما يبقاش في اي ستيج فرايت. عندنا في العربيه ما فيش بقى شجن وانا اللي قاعد قدام، الكرسي قدام ده بتاع الكاميرا واحنا كلنا ورا ما فيش. اقول له طب خدها على حجري، لا 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 الكاميرا هي اللي مكانها هنا. احنا دي كانت الكوميونيكيشن اللي بينا، اصور صوره اوريها له ويصور صوره يوريهاني، ده كان اللي بينا يعني الكوميونيكيشن. افلام زمان كانت غاليه، كنت اصور فيلم من عنده اسرع افلام واصور بيها، وبعدين ايه مش بس كده، راح واخد الافلام دي حاططها في شنطته تاني مخبيها في الحته اللي انا عارف ان هو دي الافلام اللي هو خلاص مصورها جاهزه على الطباعه، يروح طبعهم لي معاه فيشوف الصور بقى في المعمل، دي مش صور كريم. فوتوجورناليزم كان بالنسبه لي سكه، بس ان انا اتعلم، ان دي بالنسبه لي المدرسه يعني. كان نفسي اعمل زيه واصور ممثلين واصور، اشتغلت في اخبار النجوم واشتغلت الحاجات دي، بس في حاجه ناقصه او في حاجه مش زيه يعني، اليوم مش زيه او مش عارف اكومنيكيت مع. لحد ما شفت الاركايفز ابتديت افهم انا فين يعني. انا بقالي دلوقتي 12 سنه في مدرسه ارشيف يعني، بشوف بقى الفيلم كله، طب هو ابتدى اليوم ازاي، خلص ازاي. قلت يعني انا مش بنفسه او بقلده، بس بتعلم من حد قعد 60 سنه اكتشفوا شغلانه ايامه. مصور صور من 1952 ابتدى، دي الصراحه مش اول صوره، بس دي تاني صوره او اول صوره عرفت اجيبها. دي دخل مجلس قياده الثوره في 52 عشان يصور الصوره دي. 59 سنه بعديها دي بدايتها ثوره، اخر صوره على الميموري كارد كانت برده في الثوره، ثوره يناير. الصوره دي مصوره في فبراير 2011، دخل المستشفى اول مارس، توفى 31 مارس. يوم لما كان داخل المستشفى كان مظبط مع عربيه من الشغل ان هو هينزل ميدان التحرير، وكان في صوره مستني يعملها، ما كانتش هتبقى دي اخر صوره. انا سالته ايه احلى صوره صورتها في حياتك؟ قال لي لسه ما عملتهاش، اول ما اعملها ابطل تصوير خلاص، انا خلاص عملت احلى صوره.